في محافظة تعز احتضنت مدينة الرهيدة فعالية الذكرى 12 لاستشهاد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. الفعالية حضرها وكيل المحافظة إبراهيم عامر والعديد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية وجمع من أوساط المعلمين والطلاب. وقد شهدت الفعالية إقبالا كبيرا من أبناء مدينة الراهدة والتي تخللها العديد من الفقرات المعبرة عن رمزية المناسبة وأهمية استلهام الصمود وتضحية من أولئك شهداء الأبطال.